أني ناشطة مارا محمد، اختطفت 8/11/2019 السنة اللي راحت. اختطفت قريب عن ساحة التحرير، أخذوني مكان مجهول وجهة مجهولة أني ما أعرفها نهائيا. بقيت 11 يوم، أول 5 أيام 6 كانت مجرد تحقيقات، بعدها صاروا يطلبون مني أشياء أني ما أقدر أسويها، من ضمنهم الفيديو اللي انتشر. الفيديو اللي انتشر هو كان تحت تهديد السلاح، والفيديو طويل، مو بس ما تكلمت بس عن عبد الله النائب شيخ عبد الله، بعد اكو هواي نواب اني تكلمت عنهم اجبروني انو اتكلم عنهم، هواي شخصيات اني اصلا حتى ما اعرفهم، حتى النائب حجي او الشيخ عبد الله اني ما اعرفه شخصيا لا من قريب ولا من بعيد نهائيا. احدث العاقل بما عقل، هل من الممكن اني أخرج بهاي الكلمات البذيئة والرديئة وأتكلم عن شخصيات وعن نواب؟ يعني هل معقولة؟ لا، يعني ويا شخصيات يعني ممكن يعني تتوقعون أني أتكلم عنها وأني ما أعرفهم أساسا، حتى النائب الشيخ عبد الله أني ما أعرفه، وبعد أكو شخصيات هم تكلمت عنهم الفيديو اللي مطلعيه مو طويل، بعد أكو ما أعرف قالولي اول بدايه قالوا لي السجلين، قلت لهم اني ما اقدر، كانوا يقولوا لي اوكي يعني ما تطلعي منا نقتلك، قلت لهم زين اوكي يعني افضل تقتلوني ولا اطلع بهاي الصوره الفضيحه. قالوا لي اصلا ما راح ننشر نهائيا، وهو انت اذا ما طلعتي مظاهرات ما راح ينزل، ما راح ينشر. حتى انا رحت، من طلعوني رحت سافرت التركية، وفعلا ما كان اكو اي شيء ولا نشر ولا اي شيء. ليش هسه بهذا التوقيت نزلوه ما اعرف، هل هم يريد يضروني، او لان قربت الانتخابات يريد يضرون هذول، يريد يضربوهم بي؟ انا لحد الان ما مفتهمه شنو الموضوع، بس انا والله العظيم والله العظيم الفيديو كان تحت تهديد السلاح، واني كل اللي بالفيديو كان اجباري، وكل اللي بالفيديو أنا ما أعرفهم نهائيا، حتى من ضمنهم نائب الشيخ عبد الله. والفيديو استمر لمدة 4 أيام، هم يعيدون بي ويلقنون بي لحد ما أظهر بالصورة الطبيعية، لأنه بالبداية كنت يعني شكلي مو هذا، كان بعد أسوأ. هاي بعد التعديلات، وبعد جابوا لي حتى والله العظيم يعني عد على اساس مكياج، مو مكياج، هو كان اصباغ هذه مال حياطين، قالوا لي انت مو ماكيرة تقدرين تسوين من عندها وتخلين الوجهك. ف يعني واعتذر مقدما عن الاسماء اللي بعد اللي راح تنزل بالفيديو، الاسماء اللي انا حتى ما اعرفهم، انا ما اعرفهم، من ضمنهم ام حج الشيخ الشيخ النائب الشيخ عبد الله، وهل يلقب بالشيخ نائب طالب اي طالب الخربيط، وبعد والله العظيم والله العظيم يعني انا هواي شخصيات حتى ما اعرفهم. أنا أعتذر عنهم مقدما، بس كل هذا مو بيدي، كان تحت تهديد السلاح. فنطلب من كل شخص عنده غيرة إنه ينظر بأمري ووضعي، بس